بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في لقاء جديد وفي فيديو جديد. وهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت أعلنت أن هي هتنزل موقع للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس، وكان عنوان الموقع زي ما احنا شايفين قدام الشاشة اللي هو العنوان dtnosi.gov.eg زي ما احنا شايفين. وطبعا بالفعل نزلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموقع، وكان بندخل عليه عن طريق الرقم القومي واسم الأم باللغة العربية. ومجرد الدخول بالرقم القومي واسم الأم كانت تظهر لنا اللي هي قيمة ايه؟ قيمة العلاوات الخمس زي ما احنا شايفين قدامنا هنا على الشاشة، الاسم وعدد العلاوات الخمسة وقيمة العلاوات الخمسة المستحقة وقيمة الزيادة في المعاش وقيمة المتجمد لمدة 5 سنوات وعدد الأقساط. كل ده كان بيظهر تمام زي الفل، إلى أنه الناس بقيت تدخل على الموقع، ولكن المشكلة أنه الموقع ما كانش يفتح. طب يا ترى ليه هو الموقع مش بيفتح؟ ده إلا أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه هناك عطل فني، وجاري العمل لإصلاح العطل الفني بموقع الهيئة. طب إيه اللي حصل وليه حصل العطل ده، وهل هيتم استعادة الموقع تاني ولا إيه بالضبط؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله مع بعض من خلال الفيديو القادم. بس أول حاجة بنعملها قبل أن ننتقل إلى الفيديو هي إيه؟ اشتراك في القناة لو لسه مشتركناش، ومشاركة للفيديو، وأخيرا إعجاب بالفيديو. تعالوا أحبتي الكرام نشوف تفاصيل الخبر مع بعض. تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإصلاح العطل الفني لموقع الهيئة، ويقوم مسؤول الهيئة حاليا من خلال القسم الفني والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع سبب العطل الفني. يعني كثرة دخول الناس كلها كانت في انتظار، فعلا في انتظار الموقع ديتي، وفي انتظار أنه كل واحد عايز يعرف الزيادة بتاعته كام، فكان الضغط على الموقع أدى إلى سبب إيه؟ إلى سبب عطل فني. كما سيتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة. يعني العلاوات الخمسة للمستحقين اللي هي من 1/7/2006 لغاية 2015 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فحتى 2019. كانت الهيئة التأمين قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتابة الرقم القومي مع كتابة اسم الأم، سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمس ومواعيد الصرف من خلال الموقع طبعا اللي احنا عرضناه زي ما عرضنا في الصورة اللي كانت في أول الفيديو. مين بيستفيد من العلاوات الخمس؟ يستفيد من العلاوات الخمس أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1/7/2006 حتى 1/7/2015 زي ما قلنا، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودول يبلغ عدد المستفيد منهم من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن. يعني 2,400,000 مواطن، منهم 1,900,000 من القطاع الحكومي وحوالي 524,000 من القطاع العام والخاص. وستصرف بأثر رجعي، وتكلفة العلاوات سنويا ستصل إلى 7 مليار جنيه، ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار على إجمالي الكام؟ على إجمالي الخمس سنوات، 5 × 7 = 35. وأن عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يبلغ 2,400,000 مواطن. وإن شاء الله بعون الله عند عودة الموقع للعمل هننشر لحضراتكم الرابط، وهننشر لكم برضو تفاصيل أكتر إن شاء الله، وحنعلمكم بعودة الموقع للعمل وقت حدوث ذلك. إلى أن نلتقي أحبتي الكرام بكم في فيديو جديد، لكم منا أجمل الأمنيات والتحيات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ودمتم في أمان الله ورعايته.